مليون للعروس. ألف الله عليك يا دكتور عالق، هيا للعروس، وهي 3000 دولار منك للعروس، شيك بنكات. ألف الله عليك يا آيلة المهندس، هيا للعروس، وهذا شيك بنكات ب 3000 دولار. ألف الله عليك يا حج ميرنا أم للعروس، هذا شيك بنكات 4000 دولار للعروس. صراحة هادو هما اللي يقولوا داروا العرس ولا حيد بالك، غادي يخلصوا العرس كله وشيت لهم الخير والخميرة مازال. الله الخوت، خليو لي لايك، بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، المهم اشتركوا في القناة، تفعلوا معكم الجرس، خليو لي تعليق زوين ديالكم، تفعلوا اخوت مع الفيديو. يلا نبداو اول حي ستاج الاخر. صباح الخير، كيف دايرين؟ المهم اليوم غادي نفصل دوزو لهاد الفيديو. سمعتك اش كتقول هاد خيتي؟ قالت لي مزراني، قالت لي مزراني، هادو ما عرفتش اش غادير بهم. واش فيران هادو؟ الله يبدا فيران. صباح الخير، كيدايرين لاسيكم؟ المهم اليوم غادي نفصل دوزو لهاد الفيديو. تتوكل الفيران هاد خيتي هادي. Más inteligente expresar la santidad o firmeza en el logro de los propios objetivos de la vida. واش هذا الراجل الكلب ولا شنو؟ Perdón, los cambios que se encuentran y con sentido en la construcción social. Con los que es mental después de ser plasmada en una realidad. Me en una realidad que era el siguiente para acabar de terminar todo esto. ¡Juguemos un juego! Yo creo que. ¿Qué es una sobre boca grande? خرج ليها عقلها مسكينة. إلا فقتي شي نهار ولقيتي راسك حيوان، شنو بغيتي تكون؟ ماشي جواب انت؟ ايوا اصلا كل سؤال عاد مرحبا. كون فقتي شي نهار لقيتي راسكم شي حيوان، واش فقتي راسي شي حيوان؟ فين حيوان بعد؟ اللي بغيتي نجاوب. اللي بغيت انا؟ نكون فيل انا. فيل عشير، فيل عش كبير عندك فهمتي؟ انت اي حيوان هذا اي حيوان كان غنحفظ على امه، اي حيوان جا نحفظ على امه صراحه. في ديالي الرو ويكون عو، ما تكون عو طير بزاف على بعض المغاربه وحق الله العادي الحماق فيه وفيه. مايا غتطلق من راجلها كيصورني في بيت الناس. شوفوا تخيلوا، قال لي ملي قلت ليه علاش كنتي كتشجني وانا غير داويه، قال لي اي با فوالا كوم سا اوكاو. تخيلوا اوكاو، قلت ليه راه الخطه هذه ديال المهضره معروفه، راه انا كنت كنقريها للبنات في انستغرام. هاد الخطه باش تبان انت الضحيه وانا اللي ما مزياناش، حيت انا ديجا عليا الدق على اي حاجه وكل شيء كينوض ليا وما كيخلي وما كيقطعوا هضرتي ويديروا لي المشاكل. لا لا، كاين اللي غيتيق به ممثل، واخا انا بالنسبه لي ممثل فاشل، واخا تكون زريبه ما ديرش لي هاد الحاله. شنو هذا كيغسل ليها ولا هذيك؟ هذا ولا هذيك كيغسل ليها راجلها، كيغسل ليها راسها بالتين. التين هذا واقيلا وعيني تنبدا شحال غسلنا راسنا بالتين تاعينا. الله يهديك، باسكو انا عندي ديك الساعه الشعر قبل ما نقرع. والشتاء لا ولا لا الشتاء لا، ولكن راه الصراحه هذا الشعر هذا اللي عندنا راه يصلح لها الشتاء. عرفتي راه عندها كوفا يا خويا. علاش درتي له هكا؟ علاش بكيتي؟ علاش كانت فما تقول لي صيفط لي الروسارج كنصيفط عليها هاد المره، ملي انا ما عنديش فلوس باش نصيفط لها الروسارج بلوكاتني. قلت عليها الله والنبي رسول الله الله. ميد يا خويا اثر فيا والله العظيم اثر فيا. شكون عليك؟ شكون عليك؟ علاش
بلوكيتي كان تيسيبت لك الرشاج ملي ما سيبت لكش بلوكيتي علاش تريا الفيديو واش منيت كنيت منيت كنيت اخويا منيت عاد جميع طلبه ابتداء من اليوم الاول الى غايه اليوم واليوم الاخير لاجتياز شهاده البكالوريا نحن الان امام مركز اجتياز احمد عروه لشهاده البكالوريا يرافقني بعض الطلبه شعبه تقني رياضيات الذين اجتازوا في المرحله الصباحيه ماده اساسيه ماده الفيزياء وكي لا نطيل لكم احدى طلبات الشهاده لكي نرى انطباعها وكيف تعاملوا معنا خلاه مسكين تيهضر بوحدو والدرد مات وحده بوحده وخلاه مسكين تيهضر بوحدو حق الله دابا في الاول بان غير تيخربق ولكني النتيجه في الاخر صدمتني هي التريت عرفتي طلع واحد القصري ديال التريت فهاد البلاصه هادي وا ما نعاود لكمش هذا شي طيب على العواد مي احسن اكله هي تكون طيبه على العواد طبيعيه لكن لا بطاله غاز لا سيدي سكري لا والو شوف اللي درتها في نقاتنا ما سيدي اعطاك الله الصحه نعم سيدي تبارك الله عليك مكرهناش ندوقو من هاد القصريات لا بزاف نادى حسي بغا تهرب خارج البلاد ياكو عندي شي خدمه ضروري غادي نسافر برا المغرب انا وماما عندي شي شغل ضروري 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 وغادي ندير وكاله لخويا جوك حنا دابا غادي نمشيو نديرو وكاله هو اللي غادي ينوب عليا في القضيه ديال غيسا وغادي نزيد شكايه اخرى اللي هي ما تسميش شكايه اخرى غادي نزيد شكايه اخرى حيت طاحوا في يدي شي فيديوهات ما كتشتهم على واحد الشخص هو كان مع غيتا كان كيسب ليا بنتي وهذا وهذا فباش نكون محايده وما نكونش انني ظلمت غيتا فتا هو غادي ندير به شكايه واللي دار الذنب يستاهل العقوبه وكنقولها مني انا وجبت لا درت الذنب مع شي واحد فنستاهل العقوبه دابا هاد خيتي مالها مع ديك القايده غيتا ما فهمتش انا لي صوار ما فهمتش انا شنو بيناتهم وعلاش دعاتها ولا علاش دخلتها للحبس ولا علاش ما تهرب لعلا برا ولا ما فهمتش القضيه فيها شي حاجه بيناتهم تخيلنا لو ما فهمتش اول ظهور لام طائس شوفوا شكون طلعات باش نبينوا القفطان المغربي كما كتعرفي ان القفطان المغربي وصل للعالميه وبغينا نزيدوا هذا الوصول ديالو فكل واحد منا خدا واحد لو تيم فبالنسبه لي انا خديت لو تيم ديال لو نور دي ماروك اللي شمال المغرب فهو بالنسبه لي انا كان واحد الشكل اللي ما هوش غريب على لا كرياسيون ديالي وعلى ستيل ديالي ودوزيامو بغيت نشوف القفطان المغربي ديال زمان لما عملت ابحاث وبغيت نشوف القفطان المغربي ديال زمان وما بغيناش نغيروه باش نبقاو في الاصاله ديالنا قال لك بكري كانت الحشمه فاش كتسافر مع اخوك الصغير عطيني لا شوميز حل لي الباب يالله واو حمام مغربي هذا من هنا بربع ساعه اجي تحك ليا صافي صافي يلا واش حمام مغربي مغربي كان هذه ليا تونسي يلا سد الباب من مورايا يلا يلا قيس الماء واش سخون سخون شنو اللي قال لك سخنوا قال لك سخنوا دابا نبردوا ها دابا نبردوا بردوا يلا بردوا بردوا فمك بركه المهم الخط وصلنا لخط الفيديو كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم الى عجبكم ديروا لايك بارطاجيو الفيديو مع صحابكم اشتركوا في القناه فعلوا معكم الجرس خليو لي تعليق زوين ديالكم تلقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر السلام عليكم